فكرة المشروع عبارة عن تحليل بيانات المأخوذة من وزارة القوى العاملة وهيئة سجل القوى العاملة، والتي تتضمن أعداد العاملين، والتي سوف تعطي قراءات واضحة للمستقبل لجميع الوظائف المتوقع توفرها خلال السنوات القادمة، والتي ستكون نقطة انطلاق لكل الطلاب لاختيار تخصصاتهم وعدم تكدس الطلاب في تخصصات متشبعة وتقليل الباحثين عن عمل.